بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس الكمان، وهو تمرين أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ، وهي أغنية بسيطة وجميلة، وشفتها تنفع تكون تمرين للمبتدئين في السنة الأولى، فحبيت أن أقدمها للمبتدئين كتمرين. طبعا الأغنية تبدي نغمها هي كرد الله، بس بيها تحويلة يعني بسيطة. فكرد الله قبل ما نعزف الأغنية أنه هذا هو، تبدي من الله، علامة الله سي بيمول، شوف بصف ال سي بيمول، بصف الأصبع الأول اللي هو الله، دو ري مي طبيعي، فا صول لا، وممكن تاخذ هنا الصول واللا، يعني هي نفس هاي الصول لا هاي، واضح؟ وترجع لا صول فا مي ري دو سي لا. هذا هو نغم الكرد، لا سي بيمول دو ري مي فا صول لا. فتخبط تمرين اول مره اوكتافين، هذا هو نغم الكورد يعني، وبعدين ممكن تاخذ عليه تمرين صول سي، يا عفوا لا دو، يعني لا دو سي ري دو مي ري فا مي صول فا لا، وترجع لا فا صول مي فا ري مي دو ري سي دو لا، واضح؟ لا دو سي ري دو مي ري فا مي صول فا لا، وترجع هذا هو نغم. طبع يدك اصابعك بحيث تستخرج النغمات الصحيحه، وبعدين تبدي تتمرن عليه. نجي هسه التمرين، تمريننا اول مره راح اعزفه لك على مود يكون نموذج، انه شغل الفيديو وتعزف وياه مع الايقاع، يعني المفروض التمرين يصير مع الايقاع. انا دائما اقولها هذه، حتى لو تخلي المعزوفة الأصلية وتعزف وياها الدوزن وياهم هم مو مشكلة، هذا شيء جيد. المهم هذا التسجيل تخليه كنموذج وتعزف وياه على مود إيقاعك يصير صحيح. فسنسمع التمرين أول مرة، وبعدين نسمع التمرين، وبعدين نفصل التمرين، يعني جزء منه راح أعطيك نسمع. بعد ما سمعنا التمرين شلون نعزف مع الإيقاع، فنجي هسه إلى النوطة الموسيقية الموجودة عندي،
نبدي نفصلها وشلون تبدي تعزف. احنا الجملة الأولى شوف احنا عزفناها تبدي من دو دو فا 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 دو فا 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 مم مي دو دو واضح؟ سكتك وأس دوم تجي ورا الدوم شتاخذ را 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 ري دو دو لا لا واضحة؟ دو فا 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 مم مي دو دو أس را 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 ري دو دو لا لا. بالعادة ماكو أس بالعادة رأسا يعني من تاخذ را 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 ري دو دو لا لا دو فا 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 مم مي دو دو أس را 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 ري دو دو لا لا. صار واضح؟ هاي تنعاد مرتين بس باللي عادة ثانية من تاخذ را 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 ري دو دو لا مو لا 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 واحدة راح تصير لا لأن راح تاخذ دو خارج الدو على مود تبدي دو فا فا صو فا صو فا مي شوف دو فا فا صو فا صو فا صو فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو دو فا فا صو فا صو فا مي. تجي تاخذ الصول هنا تاخذ هنا بكيفك دو فا فا صو فا صو فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا دو سي لا شوف وينعاد دو فا فا صو فا صو فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا شوف سي لا دو سي لا دو سي لا. واضح؟ هكذا تبدي تنعاد. المقطع الآخر المقطع الآخر تقريبا نفسه بس شوي باختلاف. شنو الاختلاف راح يصير؟ من راح تاخذ دو فا فا صو لا فا مي. هاي الجملة شوف دو فا فا صو لا فا مي دو فا صو لا فا مي لا ري شوف لا ري مي فا مي ري لا دو شوف لا دو, دو وراها تجي دو ري مي فا صو لا شوف سلم دو ري مي فا صو لا صو فا صو فا مي فا مي ري ري دو شوف هنا دو ديز مي ري دو مي ري دو ديز تاخذها بالاصبع الرابع. واضح؟ فعيدة. شو راح يصير؟ دو فا فا صو لا فا مي لا ري لا ري ري مي فا مي ري لا دو دو ري مي فا صو لا صو فا صو فا مي فا مي ري ري دو مي ري شوف ري اثنين ورا ورا فا مي فا مي فا مي ري ري دو مي ري ري دو شوف مي ري. واضح؟ فيصير العزف ماله مستمر بهالجيل دو فا اهواك دو فا فا صو فا صو فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا دو سي لا. والمقطع الثاني يختلف شوي دو فا فا صو لا فا مي لا ري ري مي فا مي ري لا دو دو ري مي فا صو لا صو فا صو فا مي فا مي ري ري دو مي ري. وهكذا الظل يتنعاد هذا كل النهاية. المقطع الثاني يختلف طبعا. هذا المقطع كتمرين وممكن تتمرن عليها أيضا هنا على الجو بعد ما تضبطها هنا تتمرن عليها هنا يعني تاخذ
شوف دو فا 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 مي مي دو دو أسرار وتعيد دو فا 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 مي مي دو دو شوف وبعدين را 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 دو دو لا لا دو فا شوف دو فا فا صو فا صو فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا دو سي لا والمقطع الثاني دو فا فا صو لا فا مي لا ري مي ري مي فا مي ري لا دو دو ري مي فا صو لا صو فا صو فا مي فا مي ري ري دو مي ري شوف دو هنا وهكذا تتمرن عليه ما صار عندك التمرين الطبقة على القرار الطبقة على الجواب واضحة بعدين شو تسوي تحاول تتمرن عليه على البوزيشن ايه هنا يعني تاخذ شوف تاخذ الدو بالاصبع الثالث احنا متعود ناخذه هاي دو دو تاخذ الفا بالاصبع الثالث ايضا دو دو فا فا صو فا صو فا مي شوف المي بصف الفا بالضبط ماكو مسافه لانه طبيعي شوف ري مي ري مي شوف الري بالاصبع له ري مي ري مي ري دو سي لا شوف هنا دو الدو بالثالث دو والسي بالثاني واللا بالاول سي لا واضح فصار عندك التمرين واضح وانا اعطيت تمارين على شلون تنتقل بوزيشن وشوي للتذكير احب اعيدها اليك انه هذا التمرين ممكن تاخذه شوف ري لا سي دو ري تاخذ المي بالاول فا بالثالث ممكن تاخذ اللا ايضا بالرابع يعني يصير عندك التمرين شوف ما اخذت اللا هنا اخذته هنا بزحفه هذا ايضا تمرين تمرن عليه وما ترجع نفس الاصبع لا شوف ترجع هنا بس انت بدي منا واضحة هذا على نغمة كوب تتمرن هالشكل يعني على البوزيشن على مود تقدر تعزف وهي نفس التمرين طبقة على البوزيشن حتى تتعود أصابعك تتنقل على البوزيشن على نغمات الكورد واضحة؟ لهنا وأتمنى تمت الفائدة من الدرس إلى هنا ينتهي درسنا اليوم ومع السلامة.